تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شادة FM، برنامج البطولة الموعد لكم اليومي من 2 حتى الجمعة. تحياتي لكل الأصدقاء. غادي ترافقنا في حلقة اليوم إيمان بوليد الإدريسي، في الوقت اللي ما غاديش يكون معنا الكابتن فخر الدين رجحي، لسبب أن الوفد الرسمي ديال مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين اللي غادي توجه إن شاء الله للديار المقدسة، فاليوم غادي يكون عندهم واحد حفل استقبال بمدينة الرباط. الله يديهم على خير ويجيبهم على خير إن شاء الله، على أساس أن الكابتن فخر الدين غيكون معنا غدا إن شاء الله. اليوم كاين جوج ديال المحاور الرئيسية. أولا، الإعلان ديال وليد الركراكي على لائحة الفريق الوطني المغربي التي طال انتظارها للمباراتين ديال زامبيا والكونغو برازافيل برسم الجولتين 3 و4 ديال تصفيات كأس العالم 2026، ثم الدورة 28 منافسات البطولة اللي اليوم كاينين 6 ديال المباريات اللي غادي تلعب فيهم لقب البطولة بين الجيش الملكي والرجاء، ثم باقي المباريات التي تهم أسفل الترتيب وتفادي النزول للقسم الثاني. غنهضروا على هاد المباريات، غنهضروا كذلك على المباراتين اللي تلعبوا البارح واللي ما كانش عندهم شي تأثير على صبورة الترتيب، اللهم إلا بغينا نقولوا أنه رقميا وحسابيا. تعادل بين المغرب الفاسي وحسنية أكادير أعطى لكل فريق نقطة أضمن به البقاء في القسم الأول. بالإضافة لأخبارنا الأخرى المتفرقة، ما نساوش غنفتحوا اليوم واحد القوس على كرة القدم النسوية، وكاين مجموعة من الأخبار المرتبطة بكرة القدم النسوية. إيمان، أهلا وسهلا. أهلا بك مونير، وأهلا بكل المستمعين ومستمعات شادة FM. كل شيء بخير، صحة لاباس، حميدين الشاكرين. أمالك أخويا، كنت ندير شي كومبيتيسيون؟ لحيت أنا داخل وشت واحد تجمع نسوي هنا برا، كاين شي تآمر وقيل على؟ لا، ما كاينش تآمر. ومين كتشوف زعما هاد الطفرة النوعية اللي كتشهدها الكرة النسوية العالمية، داكشي علاش مجتمعين نتوما برا؟ هادشي اللي كاين على هاد الطفرة. حتى نسيت راسي، درت اليوم الله أكبر، كنسمع مونير كنتو كتناقشوا الفينال ديال الشامبيونز ليغ ديال آسيا، واقيلا ديال آسيا، واش منك يا الشامبيونز ليغ ديال الكرة النسوية اللي داتو البارسا، واش منك؟ واش صار بكل صراحة؟ دابا حنا ما كان دابا حنا ما كنخبيو على المستمعين والو، واش هادشي اللي كنتو كتناقشوا ولا كنتو كتناقشوا فين غدوزوا لانيفرسير ديال لمياء؟ ايوا شوف، ما عندنا ما نخبيو، هو لانيفرسير اليوم ديال لمياء. الكونطابيليتي الفلوس. لمياء، لمياء تفضلي. لمياء، لمياء دخلي دخلي اختي دخلي باش جويز انيفرسير الناس ديال الفلوس واللي كناخذوا من عندهم لي شيك ديالنا. كنتو دايرين وقفه احتجاجيه هنايا، زعما الا ما كانتش لانيفرسير سور اونتين ديال لمياء ما غاديش تدوز ليميسيون. داكشي دونك، واخا سيدي سنرضخ. ايوا جويز انيفرسير لمياء، جويز انيفرسير لمياء. تفضلي تفضلي، ما تبانيكي ما والو، راك زعما. ميرسي بوكو مونير وايمان، وانا راه فان ديالكم، كنتبعكم وكنشجعكم، والبرنامج رائع. شكرا شكرا، يعطيك الصحه. وعندهم اخبارك مونير، عندها لي زوند ديال الناس ديال برا، سورتو مالين طاكسيات، ما نعاوش ليك اقسم بالله. لا كيقول لهم مونير ما كنطلع مع شي مول طاكسي، وتحيه لكاع الناس ديال الطاكسي ديما كيقولوا لي سلمي على ايمان ولا مونير وعلى سورتو فخر الدين. شتي باش زعما باش هو اختي جويز انيفرسير بصحيحه وسلامه، وتبقاي معنا دائما باش ندوزو عندك ناخذو له شكره. ما بقى والو دابا الخر ديال الشهر. ايوا جويز انيفرسير لمياء. على اين كره القدم النسويه كاين بزاف ديال المواضيع الخاصه كاين المنتخب الوطني المغربي اللي عنده جوج ديال المباريات وديه، ما كاين مشكل. كاين نصف نهائي كاس العرش واللي تلعب في هذا الويكاند في مباراتين متلفزتين، حاجه جميله جدا. تفرجنا في الوداد، تفرجنا في مولوديه العيون، بلديه العيون، تفرجنا في الجيش الملكي، وتفرجنا في فريق نهضه بركان. يعني شفنا 4 ديال الفرق. غادي نهضروا على كره القدم النسويه، ثم كاين واحد الخبير اخرى، الفريق المنسي ديال ثانوية عمر بن الخطاب يفشل او لم يتوفق في الحصول على كأس افريقيا ديال السوكر سكول اللي تقامت في تنزانيا، ووصلوا لا فينال وخسروا مع جنوب افريقيا البنيتات ديال ثانوية عمر بن الخطاب. عبد الهادي، ناخذ خويا واحد الفاصل اشهاري، من بعد غادي نجيو ونتكلموا على هذه المحاور ديال حلقة اليوم. لائحة وليد الركراكي، البطولة الاحترافية الدورة 28 كرة القدم النسوية. طوبري فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة 3 ديال العشية على شادة FM. ها
انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام. تحيه لكل من يتابع حلقه اليوم. اليوم غندير واحد القضيه بالاضافه للنقاش ديالنا على هاد المواضيع. فاحنا غادي نستغلوا نيت الغياب ديال فخر الدين، ما كاينش، نديروا شويه ديال الفوضى. مرحبا بالمستمعين ديالنا الكرام. بدايه ان شاء الله يعني من بدايه من الوحده ونص ان شاء الله الرحمن الرحيم، الرقم هو اللي بغيت تناقش معنا في في المحاور اللي كنكونوا كنتكلموا فيها في هذاك الوقت. عندنا الجزء الاول فيه اللائحه ديال الوالده الكراكي، ثم المنتخب النسوي او كره القدم النسويه، ومن بعد البطوله الوطنيه في الدوره ديالها 28. لائحه وليد الكراكي، انا قبل ما نعطي الملاحظات ديالي، كنت البارح درت واحد اللائحه هنا، قدمت واحد اللائحه فيها واحد 23 لاعب، كان خاصني شي لعابه نزيدهم، ما درتش فيها اللاعبين ديال المنتخب الاولمبي. اللي كنلقى في الاختلاف اللي بينها وبين اللائحه اللي عندنا لوليد الكراكي، ان فيها الاضافه ديال محمد الشيبي، وفيها تيرغالين، فيها حارث اللي ما كاينش بين قوسين، ثم الجروب ديال الاولمبيين اللي هما الخنوس والسيباري والعزوزي وامير ريتشاردسون، والمفاجاه هي اسامه ترغالين. باقي اللاعبين كان معروف انهم غادي يكونوا الحراس ديال المرمى ياسين بونول، محمدي وبن عبيد، في الدفاع حكيمي، مزراوي، عطيه الله، غانم سايس، اكرد، شادي رياض، عبقار، داري، ميليو تيران، سفيان مرابط، اوناحي، اضافه الى الخنوس، سيباري، العزوزي، امير ريتشاردسون، ترغالين، خط الهجوم، الاجنحه، وكذلك خط الهجوم حكيم زياش، بن صغير، اخو ماش، عدلي، ابراهيم دياز، نصيري، الكعبي، ورحيمي. كاين شي ملاحظات على هذه اللائحه؟ كيف جاتك اللائحه؟ هو كما ذكرتي منير، ما كاينش واحد التغيير اللي كبير، زعما داك لو ساتور اللي كاين هو اللي باقي. بعض الملاحظات اللي يعني انا شفتهم في هذه اللائحه هذه، هو لو روتور ديال اكرد اللي كيفاش لو روتور من الاصابه، زعما من بعد يعني الاصابه ديالو. حيت ملي غتقولي لو روتور ديال اكرد، انا كنغيب على الفريق الوطني، ما كانش غايب. لا لو روتور انا كندوي لك من الاصابه، واش غادي يكون واش غادي يكون موجود لهاد لي دو ماتش هادو، سورتو هادو ماشي دي ماتش اللي لي دي ماتش اميكو، كثر ما هما غادي يأهلونا ان شاء الله لا كوب دو موند 2026. دونك من خلال يعني الكلام اللي صرح به وليد الكراكي، وتكلم على اوناحي، وتكلم على اكرد، على قال بلي جاو 10 ايام قبل من اكرد، جا شحال هذه راه كيبريباري 10 ايام قبل من المعسكر اللي غادي يكون ان شاء الله. كيبقاو دي سوسي دائما كنتكلموا عليهم، كيفاش يعني بعض المصابين غادي تقدر تعول عليهم في هاد لي ماتش هادو، سورتو دي ماتش اللي خاص تكون فيهم الكاليفيكاسيون. اي الغياب ديال حارث ما عرفتش انا علاش حارث، كنظن على انه داير، انا نقدر نقول شي حاجه نتحمل مسؤوليتي فيها. تفضل. الامر يعود لكاس افريقيا في جنوب افريقيا، وهل الامر علاقه ب اولمبيك مارسي، الاستبعاد ديال الحارث، ما كيلعبش، يمكن احتج، ما عنديش بالضبط الروايه الرسميه، ولكن كاس افريقيا الامم هي اللي عرفت هذا الاشكال. واش امين حارث طلب ولا ما عرفتش شي تدخل ديال مهدي بن عطيه لعند وليد الكراكي، كان اللعب ما كان المهم. الموضوع يعود ل بمعنى الاستبعاد ماشي بور دي ريزون تكنيك. انا هذه فيرسيون كنقولها، فيرسيون انت قلتيها ما متاكدينش من المقاييس، وكنت كنتمنى تطرح هذا السؤال اليوم. كنا بغينا، انا هو السؤال اللي طرحت بيني وبين يعني بين نفسي، قلت علاش حارث، شنو واقع ما بين حارث اللي كيقدم مستويات اللي كبيره مع مارسي، يعني عكس مثلا غتجي عكس اوناحي اللي ما كانش كيدخل بزاف، وما كانش عنده واحد لو طون دو جو اكثر من 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 حارث. شنو واقع مع حارث الله اعلم. فكنتمناو اننا نطرحوا هذا السؤال ان شاء الله لكنا في هاد لي ماتش هادو الجايين على وليد الكراكي، ويعطينا الجواب. السؤال اللي الاسئله غتطرح على الماتش دابا، ولكن هاد اللاعب راه ضمن هاد الماتش لانه ما كاينش في اللائحه. وعاد يعني المجيء ديال اسامه ترغالين اللي كيقدم واخا كمل عليه اسامه ترغالين حتى واحد ما كان ندخلوا مع داك الجروب ديال حتى واحد ما كان كيتوقع لانه غادي يكون في اللائحه هادي. دايوغ سولو يعني المدرب قال بلي راه كيقدم مستويات كبيره في لو افغ، ولكن مهم
على أين كيبقاو أسئلة تطرح وتا واحد ما كان كيظن على أنه غادي يكون، ولكن على أين تفضل غياب ربيع حريمات. وهذا ومشكور الزميل الصحفي اللي طرح لأن لأول مرة باش ودائما هذا السؤال اللي كيتطرح. لا ما عمر ما تطرح بالاسم سولو ركراكي على ربيع حريمات. واش شفتي الإجابة كيفاش كانت؟ كانت باللي راه ما عندوش مشكل شخصي مع ربيع حريمات، قناعة المدرب، قناعة المدرب، وداك لو شوا ديالو كيبقى كيتحترم، وماشي ربيع بوحدو وماشي ربيع بوحدو. والجواب كان فيه بزاف ديال لي دريبل، كان فيه ديك العامرة في خاوية ولكن هو راه جاوب منير، قال لك انا ما عنديش مشكل شخصي اكثر ما هو ما كنشوفوش تقنيا انه يكون، وخاصو يتضارب على البلاصه ديالو. وهادشي الا ما الا ما الا 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 تفكرتي لنفس تقريبا الهضره اللي كانت قالت على رحيمي انه يعني ثقيل في الوزن، وان رحيمي ثقيل في الوزن. وشوف كيبقاو اختيارات ديالو، هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو. دونك انا بالنسبه لي حريمات عنده المكانه ديالو داخل يعني الـ 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 المنتخب الوطني المغربي، سورتو هاد الـ هاد الـ هاد السنوات الاخيره ولا السنتين الاخرين اللي دوز مع فريق الجيش الملكي، كيفاش قائد، كيفاش يقدر يرجع فريق الجيش الملكي الـ الـ يعني الانتصار من بعد ما كان مثلا تعادل ولا هزيمه. دونك ان جوور دو كاركتير اللي غادي يقدر ينفع ليكيب ناسيونال كيما رحيمي، وكيعرفوا مزيان وكيعرفوا مزيان بيان سور. ولكن هو بلسانه ومنير كيقول لك انا ما عنديش مشكل شخصي. من عند من بغيتي تاخذ الجواب؟ ايوا الله سبحانه وتعالى اللي كيعرف. كيفاش انت كتشوف هذا الاختيار هذا يعني في هذا في لي دو ماتش سورتو؟ كاين جوج ديال الحوايج. لو ان ذاك هذا البوست مثلا اللي او البروفيل ديال ربيع حريمات او ذاك الدور اللي غادي يلعبوا لو ما كانش عامر دابا فيه بعض الاسماء، وان كانت واش غادي واش بنفس العطاء واش بنفس التوظيف مع هنا تكنيك ممكن بزاف ديال الاختلافات. كون كانت مثلا الدنيا خاويه وما تستدعاش حريمات غتزاد الشكوك على ان يمكن المشكل عند بحال كيف وقع واحد الوقت زعما شخصي، مشكل شخصي ديال واخا ما عنديش ما انا ما عيطتش عليه. ولكن دابا اوروزمون عند وليد الركراكي اوروزمون تقدر تغطي تقول راه داك البوست عندي فيه اختيارات. وهادشي اللي قالوا لي على البوست ديال حكيم زياش، قال ما يمكنش اي واحد يجي ياخذ لو بوست ديال حكيم زياش، خاصو يكون اكثر منه زعما ويضارب عليه. وشوف تشوف دونك هادو دي برينسيپ هو غادي بهم وليد الركراكي. ثم المنتخب الاولمبي انا ما غاديش نقول تصدمت ولا بقى فيا الحال، ولكن اتساءل اتساءل بعدا هاد ليكيب اولمبيك اللي غتبريباري مع اللي كتبريباري لي جوز اولمبيك وغادي تلعب ماتش اميكال مع بلجيكا، ما عرفتش باش غيلعبوا الا كانوا 11 لاعب في لا ليست ديال الركراكي. كنقول 11 11 لاعب و11 من 18 راه كيبقاو سبعة، حيد منهم علاء بالعروش هي ستة. يعني هاد لا ليست كل هاد ليكيب اولمبيك يلاه ستة اللي غيمشيو لعدة اعتبارات. وليد الركراكي قال لك طارق لعبت معاه وكنعرفو داك الشيء مهم، عرفتك النقطة اللي باغي تمشي ليها. قال لك راه كاين أسلوب لعب واحد يعني دي زوتوماتيزم دي ستيل دي سيستيم، المهم دوك لي مون تكنيك ما كنعرفش لهم انا، ولكن المعنى هو هذا. قال زعما راه نفس الفضاء وكان نوصلوا انا وطارق نلعب يلعب هنا بنفس دابا باش ملي ينزل ما يكونش. عطى واحد النموذج قال لك اون ديفونس ا 4 اون ديفونس ا 3 وداك الشيء. عاد عرفنا دابا علاش عصام الشرعي ما بقاش وما ما زدتيش واحد الجمله، لان عصام الشرعي كان تمرد على هذا الاسلوب واحد الوقت فاش كان كيلعب على اين. وقال لك لاعبين مفاهمين، ولكن الا هزينا اللعابه مفاهمين هبطناهم راه غيبقاو كيف هما غادي يلعبوا في ليكيب بريمير، غادي يلعبوا يعني مفاهمين، بمعنى ليكيب اللي كتبريباري الالعاب الاولمبيه راه هي ليكيب بريمير. انا هادشي هذا هو المعنى اللي كاين. وزاد باش كمل عليا انا يا سي وليد الركراكي، ماشي كنقولها بشي حاجه سلبيه زعما، قال لك الاولويه للمنتخب الاول، لا بريوريتي سي بور ليكيب بريمير. عندها دو ماتش ديال الاقصائيات صافي هادشي اللي كاين. عثمان بصراوي شكرا اخويا، سي مبارك
كيقولوا لي عالج البث، البث ضعيف، ما عرفتش واقع شي مشكل يمكن في عند الاصدقاء في لاكو، يمكن واش لا كونيكسيون ولا شنو. لا إيه شكرا. ها هو راه وشوف يمكن المشكل واش عندكم نتوما، هما الاصدقاء راه خدامه الامور عندهم. شكرا سي عثمان. غير باش نكملوا من واحد النقطه بلاتي، راه خصني في هاد السياق هذا، هو يعني داك التصريح اللي خرج به وليد قال بلي، قال واحد النقطه مهمه جدا، ما عرفتش واش سمعتيها ولا لا، ديال انه اوغوزمون كو كاين طريق سكيتشيوي. لانه قال كان خاص ضروري هاد الانسجام ما بين الناخب ديال 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 ليكيب ا وما بين الناخب ديال الاولمبيين، هذا الشيء اللي كان ناقص من بعد ما جا طريق سكيتشيوي. ثم كاين حاجه الاخرى، دونك الامور واضحه، الامور اللي وضحت اليوم ان المشرف على المنتخب الاولمبي هو وليد الركراكي، وراه قالها رشيد الطاوسي. رشيد الطاوسي قال تصريح، رشيد الطاوسي خارج المنظومه قال دابا خرجت من المعني بالامر انه ما تقالتش ما تعلنش عليها انه هو المشرف العام على المنتخب الاول وعلى المنتخب الاولمبي، وحاولنا ملي جينا اننا نخدموا نديروا هاد لو سيكل اولمبيك سي بيان، يلعبوا دي جوار لي جوز اولمبيك، وغنبقاو حنايا وعندنا دي جوار دي او 23. قال بزاف ديال الحوايج اللي كتوحي بانه حتى هو يرسم سياسه هذا المنتخب الاولمبي. اللائحة ديال او حاليا عندنا شادي رياض، اميري تشارتسون، اسامه العزوزي، اسماعيل السيباري، بلال الخنوس، اسامه ترغالين، الياس بن صغير، الياس اخوماش، نزيد عليهم علاء بن العروش، هادو لو ساتور ديال المنتخب الاولمبي، علاء بن العروش اللي حارس المرمى، نسينا عبد الصمد الزلزولي حتى هو. شحال وصلنا دابا؟ هو راه بريسك وصلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زائد لاعب اللي تعلن رسميا انه راه كاين من خلال باريس سان جيرمان هو اشرف حكيمي اللي هو اللي غيكون عميد المنتخب الوطني في الالعاب الاولمبيه هي 11. نقدر نقول هنا من خلال الندوه الصحفيه ديال اليوم بعض الاشارات، رغم الرفض ديال ريال مدريد ان ابراهيم دياز ما يمشيش، كنظن ابراهيم دياز باقي التفاوض، مازال الناس كيهضروا ان ابراهيم دياز سيتم السماح له باش يمشي مع المنتخب الاولمبي هي 12. زيد عليها اللاعب التالي تشكون بعد تصريحه وبعد الاعلان او ما اوردته صحيفه الصباح الاسبوع اللي فات بخصوص ياسين بونو. كنظن منير المحمدي لانه غادي يكون حارس مرمى في المنتخب الاولمبي. انا هاد النقطه هذه هي اللي شويه كتبرزتني، ما عرفتش علاش، لانه محتاجين بزاف ياسين بونو. بيان سور ما غاديش نهبطوا من بيان سور القدرات ديال الحارس الاخر، ولكن سمح لي عفاك سي كاسي ام ما كنتريقلوش انا، الله يرحم الوالدين، قالوا لنا الاصدقاء المشكل اللي كاين اعلنا عليه بلا ما تبقى تدخل معنا. شكرا، الله يحفظك، كنحترموك، كنتبادلوا الاراء، ف شكرا. تفضل ايمن. كما سبقت ذكرت منير، هو انه ياسين بونو كيبقى من الحراس الكبار اللي غادي ينفعوا بالتجربه ديالو، ينفعوا هاد يعني هاد المنتخب هذا. ف ما كنظنش انا، الله اعلم، ما كنظنش انا انه ياسين بونو ما غادي يكونش في الاولمبياد. هذا رايي شخصي زعما، بالنسبه لي خاص ضروري، ما يمكنش، لانه مي كت تشوف الباركور مثلا ديال ليكيب ناسيونال مثلا في لي جوز اولمبيك، ما كاين حتى شي زعما كاليفيكاسيون كانت داتنا لشي ادوار اللي متقدمه. دونك عندنا واحد لو بيتي ساتور اللي خصنا نلعبوا عليه، وبهاد العناصر اللي كاينين والتجربه اللي خداو في لا كوب دو موند وفي لا كوب دافريك، ميم النتائج ما كانوش في صالحنا، ولكن ما يمكنش ياسين بونو ما يكونش في هاد الاولمبياد. واش ما يمكنش يكون ولا خصو يكون؟ هو نورمالمون خصو يكون، هذا رايي زعما، كنشوفو هكا زعما بكل احترام ليا زعما الحارس الشاب، ولكن دائما كنبغي هذاك لو ميلونج يكون في الفرقه ولا في المنتخب، ما بين اللي عنده ليكسبيريونس وما بين اللي طالع باش يتشبع من هذيك ليكسبيريونس ديال دوك اللاعبين. انا كنشوفها هكا. واخا غناخذ واحد الفاصل الا بغى يعطينا عبد الهادي، ناخذ واحد الفاصل غنائي، من بعد غنرجعوا نواصلوا الحديث هذه المره
نشوفوا نتفاعلوا مع الاصدقاء والتعليقات ديالهم بخصوص لائحه المنتخب الوطني المغربي. كاين بعض الاسماء اللي غادي نذكرها هنا اللي الناس كيقول لك وليد الركراكي يخدم العاطفه. الامر يتعلق بغانم سايس بدرجه اولى وراه جاوب عليه. ثم كثير كيهضر على اشرف داري. وثم حكيم زياش. حكيم زياش هناك من سماه بالباترون ديال المنتخب الوطني المغربي. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام. نمشيو نقراو التعليقات ديال الاصدقاء ديالنا والرقم الهاتفي للتواصل معنا بخصوص المنتخب الوطني المغربي بدايه من هذه اللحظه. اصدقائي 0522 36 0536. سي عز الدين منير غير سمح لي هاد الندوات الصحفيه الناخب الوطني كتجيني بحال الجموع العام ديال الفرق. أسئلة خجولة، إجابات غير مقنعة، أيضا غير مفيدة. نتمنى من الجامعة تحيد هذا البروتوكول حسن. هذا رأيي، واخا سميتي هنا شي حاجة ما حشومة. سيمون رش بان لك في تصريح وليد قال 11 لاعب يقدروا يكونوا مع الأولمبي. ماشي يقدروا يكونوا، غيكونوا. لأن المبدأ عندنا حنا هنايا ماشي إلا لائحة المنتخب الأولمبي ما فيهاش واحد من هادو غادي تقول أه كيفاش لاعب كيتستدعى في المنتخب الاول وما كاينش في المنتخب الاولمبي وما يمكنش. اذا راه كاينين، اذا كاين. انا اللي كنتسال هو اللائحه اللي غتخرج مازال ديال طريق السكيتي ويمكن اليوم على شحال من بلاصه غيلعبوا فيها وشحال من لاعب غادي يمشي لديك لا كونسونطراسيون عارف ان الحدود ديالو باش يلعب. يعني واش ما كانش من الاول يكونوا يحضروا مع السكيتي حيت الاولمبياد هي الاولويه؟ وليد الركراكي قال لك الاولويه هي المنتخب الاول، هادشي اللي كاين. زكريا تبين بالواضح ان استبعاد حارث ليس بسبب فني ولكن هناك مشكل مع الركراكي بسبب تصريحاته السابقه. يمكن تصريحاته التصريحات جات غير ديك النقطه اللي فيضت الكاس. المشكل كان في لاكوب دافريك والعلم لله، لان حارث جا قال ان المسار ديالو في مع مارساي اللي اثر عليه هو لاكوب دافريك. عندنا في دالاس في الفريق ديال الباسكيت واحد لاعب الماني لعب معهم 20 سنه وربح لقب واحد وسموا شارع عليه، وحنا علاش فخر الدين ما يتسماش عليه الشارع اللي حتى رجلو؟ ابو العتا هي سي مصطفى الباين. فكره الله غالب. ها فكره، حنا لي زاسيستون خصنا نقادوها. حطات راسك خلينا خويا في صيغه الجامعه. تحيه لخويا مصطفى الباين. تحياتي لكم. سو الايمان كيف جهه النهائي ديال السيدات بين البارسا واليوم؟ اي 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 ما كرهناش الجيش يكون حتى هو في هذيك كاس العالم الانديه. كاس العالم الانديه باش نشوفوا في حال هذه الفينالات هذه. ولكن انا جي دابا اللي سمعني فخر الدين غيتفرجوا لانه يقول لك لو ريتم سان ريان افوا. بعد ما صمد خمس سنوات كريستيانو رونالدو حطم رقم حمد الله في الدوري السعودي، والارقام ما دارت الا باش تحطم. الحمد لله دابا كنظن في هذه الساعات هذه اللي رونالدو حطم رقم الحمد لله راه في اسفي في البليده في مدينه اسفي. سيمونير بعد احتفال زياش مع فريقه البارحه 100% وجهته المقبله هي الخليج ربما حتى. والمهم خلي الايام هي اللي عيد ميلاد سعيد لمياد عثمان البصراوي. نور الدين الله يصفار تحيه عسكريه خويا منير السي فخر الدين والاخت ايمان. المبررات اللي كيعطينا وليد على عدم استدعاء ديال بعض اللاعبين غير مقنعه واستبعاد ديال حريمات ما عنده حتى علاقه بما هو تقني. انا الا تبعتيني شنو قلت قبيله قلت اوروزمون الوليد ان كاينين لاعبين في هذاك البوست. يعني تقدر تقول بانه راه عندي الاختيارات ديالي كنفضل اكس على ايكغيك مثلا، ولكن المشكل هو الا ما عندك حتى شي واحد وما استدعيتيش انا غتبقى بينك وبين المشكل الشخصي غير. ولكن اسمح لي يا مونير واخا الشخصي ما خصناش يعني نغلطوا ما بين الشخصي وال يعني والبروفيسيونيل. دونك ما كاينش القضيه ديال الشخصي ولا ماشي شخصي، الله اعلم. وهادشي راه كاين في ألم ديال الكره بزاف اللي تعرضوا لهاد الامور هادي. كون بينك وبين لمياء مشكل شخصي غتجلسي معاه فاش كتدخل القضيه؟ لا ماشي غنجلس معاه، ولكن الا كنت محتاجها في شي خدمه غنعيط ليها اقسم بالله العظيم. انا حلفتيني كاع حيت انا بعدا ما كنخلصش لا ناخذ معنا اول متصل سي سعيد من كندا. مرحبا سي سعيد. السلام عليكم سيموني. اهلا وسهلا خويا سعيد، كيف الحال؟ كي داير لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. والله الا بخير الحمد لله. لا ايمان لا ما كي دايره
شكرا لك. كل شيء بخير الحمد لله. الوالد لاباس عليه؟ اللهم لك الحمد. شكرا لك سي سعيد. والله يشافيها لله. امين يشافي. امين شكرا لك. وشوف سي منير الليمان، انا الراي الخاص اخويا هذه اللائحه فيها شويه ديال العاطفه صراحه. مثلا اعطي امثله. سي سعيد عندنا دي جوار اخويا. الو تسمعني سي منير؟ تفضل تفضل. ايه قلت لك سي منير عندنا دي جوار اخويا ما عندهمش كره في الجدو، ما لعبوش دي بوكو دي ماتش بحال من سي سعيد. عطينا دي زيكزومبل. وانا بعدين يعني مثلا غادي نعطيك مثلا زياش وطن واخا ما نقدروش نقصوا من القيمه ديال زياش، وتنشوفوا لا كوب دي موند اللي دار زياش، ولكن زياش ديال لا كوب دي موند ماشي زياش ديال دابا. سي راه ليكيب كولا ديال لا كوب دي موند ماشي هي ديال دابا، ديال كوب دافريك. ايه ولا كوب دي موند لا، وديال لا كوب دافريك ودابا يعني دابا دونك. ايه عندك سيدي عندك سايس. انا ما عرفتش دابا سايس كبير شويه في العمر. نعطيو خويا نعطيو سيدي شنو بغيت نقول الكلمه الشكية الكلمه بالعربيه الفودوني لا شونس ا دوتر جوار اخويا بار اكزومبل دي جون مثلا عندك هذاك شادي رياض يلا ها هو كاين ولكن هادو خصهم يكونوا تيتيلر مع في المقابله. وراه في لا دات فيفا اللي دازت في لي دو ماتش راه اللي كان تيتولير هو نايف اكارد، مره مع شادي رياض مره مع عبد الكبير عبقار. عبقار وي. ايه وعندك اخويا واحد السيد اللي انا تنعرفو صار بالركائز الكبيره في المنتخب، امين حارث هذا عنده المكان ديالو في المنتخب. وهو لاعب الجيش الملكي هذاك حريمات. هادو خصهم تعطيهم جيش بحال دابا حريمات، عطيه اخويا لا شونس باش يبين بلاصتو. وهو راه جاوب على هاد الجوج، جاوب على واحد على حريمات. حريت لا. حريمات ما جاوبش على حريت، علاش؟ دونك سا بو دير راه كاين شي مشكل بينو بين 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 حارث. احنا ما قلناش كاين مشكل، ولكن احنا ما قلناش كاين مشكل، ولكن ملي كتخطر دوك لي ديكلاراسيون ملي كتجمع المعطيات كتقول سي منير المعطيات اخويا الله يرحم الوالدين سي منير شي راه باين. لا باين لك انت ولا، ولكن انا هنا ما غنجيش نقول باين ماشي تل. لا ولكن واخا باين، شوف باش يكون باين. سي سعيد باش يكون باين هو انك كتقول راه فلان صرح وقال وعندي ما يثبت ديك الساعه اللي باين. اما ما حد كنديروا غير الفرضيات كتقول هذه والله اعلم يمكن. ولكن واخا نقولوا حنا حتى شي واحد ما صرح بان ما كاين حتى شي مشكل، انت تتشوف امين حارث الدور ديالو في مارسي وتيعمل جميع المقابلات وتيعتمد عليه المدرب بجميع المقابلات، كيفاش هذا السيد هذا عنده الكره في رجله وما تجيبوش للمنتخب الوطني؟ دونك سا فيدير هذه بحال كاين شي حاجه وهادشي هو اللي بغيت. وبغيت نقول على السير كراندي راه مازال ما بغاش يتعلم من الاخ، راه تزيد في الاخطاء هاو. مثلا الاخطاء اللي دار مثلا والاخطاء اللي دار في كلاكوم دافريك معيط دي جوار بليسي. دابا هاد الشكيه هادي اللي معيط دابا سي منير، واش كاينين دي جوار بليسي وكاينين دي جوار اللي راجعين من لا بليسيور ومعيط عليهم؟ خصو يفيق شويه سي منير، هادشي هذا راه ماشي في صالح المنتخب الوطني وما يديرش في العاطفه الله يرحم الوالدين. هذا هو التدخل ديالي وهذا هو الراي ديالي والله يعاونكم اسيدي. تحياتي سي سعيد. الله يحفظك سي سعيد. شكرا. سي سعيد كعب تخلق كاعي دابا عرفتي شحال ديال لي كومونتير بعدا كاعيين، ما عرفتش علاش لا قبل لا ليست ولا ما خايفين الناس ما باغينش يعيشوا شي حاجه اخرى شي ازمه اخرى من غير من بعد يعني لا كوب دافريك. من بعد لا كوب دافريك كانت لا دات فيفا ديال مارس لي دو ماتش مع موريتانيا وانغولا، ما كنظنش انا كاين شي واحد عجبو الحال، بالعكس تزاد الضغط لان في هذوك الاضاءات فيفا زدتي شي لعابه اللي بانوا على ان المستوى ديالهم زوين، المستوى ديالهم كبير بحال ابراهيم دياز بحال الياس بن الصغير كانوا هذوك الاكتشافات رحيمي العوده ديالو. دابا وليت كتقول الا كاينين هادو علاش ما نلعبش هجوميا، انا بغيت نشوف بغيت نتفرج بغيت ندير بغيت نفعل.
كنظن ان هذا هو الهاجس اللي عند وليد الركراكي دابا، هذا هو الضغط اللي غيكون محطوط عليه دابا انه خصو ورا قال بلي انا مضغوط يعني بكثرس بعد هاد اللاعبين اللي كاينين كيفاش غنحط يعني انا 26 لاعب ولا المهدي السقلي. السلام عليكم، عندي سؤال مفر لكم، علاش كتوقف البطوله؟ علاش كتوقف البطوله وحتى لاعب محلي ما كاين في اللائحه ديال الوحيد؟ اللائحه الوحيد هو المهدي بن عبيد. خويا نفس السؤال غادي نطرح ولكن كاين واحد الجواب. بزاف ديال الانديه غادي يقول لك عندنا لاعبين دوليين في منتخبات اخرى. واخا يكون عندهم غير واحد. الجيش الملكي غايقول لك اسيدي عندنا المهدي بن عبيد وعندنا ايمانويل ايمانيشيموي في المنتخب ديال اوغندا. وشكون لاعب الاخر التالي تقدر في المنتخب الاولمبي تلقى حمزه ايجامان، ها هما ثلاثه. والقانون يتيح للفريق اللي عنده ثلاثه اللعابه انه ما يلعبش. زيد عليها نهضه بركان. نهضه بركان كاين يوسف ودايو في بوركينا فاسو، كاين شادراك وكاين وتارا، ها هما ثلاثه. ايوا الا غير جوج فراقي اذا مباراتين مؤجلتين. زيد عليها الوداد مثلا دابا كاين بونا عمار، يقدر يكون لاعب اخر في المنتخب الاولمبي ولا جوج. زيد عليها فريق الرجاء الا كاين مبارك ولا كاين موهوب. وهانت غادي. تحيه الاخ منير ولطاقم العمل، نقدر الله يحفظك السي باليستين. غير هو انا كنشكر الاصدقاء اللي كاين بهنا بشكل كيقول لك راه شنو، لانه بكل امانه حنا اللي خارج عندنا حنا الامور عاديه، ولكن اللي خارج عند الناس ما نعرف. فالناس كاين بوك يقول لك راه كاين شي حاجه، اما الذي يسخر واللي كيبغي يتريقل معنا ماشي وقته فيتهلا في راسه. ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لمواصله الحديث والنقاش معكم على لائحه المنتخب الوطني المغربي. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام، ودائما الرقم الهاتفي للتواصل 0522 36 05 36. الموضوع حاليا هو المنتخب الوطني المغربي، لائحه وليد الركراكي. كنهضروا على اللائحه ماشي التشكيله، تشكيله ما حطها وليد الركراكي حتى نهار الماتش عاد نشوفوا شكون الغيابات وشكون كاين وشكون يرجع. سي المهدي السقلي علاش توقف؟ واخا جاوبناك سي منير مع كل الاحترام والحب لحارث سي العبداتي تحيه لك، لكن ماذا قدم للمنتخب الوطني من اضافه ككارسيلا وبالهندا وتعربت؟ لاعبين مزيانين لكن الوسط في الوسط لم يقدموا اي بصمه تقنيه. تخليني مع الاسف جبتي لي هاد السميات وانا حاضر في الوقت اللي يلاه كانوا التحقوا بالمنتخب الوطني، كنا كنقولوا هاد اللعابه يا سلام. نكمل الجواب ديالك. تكلم على بزاف ديال اللاعبين اللي عطاو زعما اللي ما عطاو والو للمنتخب الوطني المغربي رغم انهم كانوا تيتولير، ما خلاوش بصمه. بزاف ديال اللاعبين اللي اكتويلمون كيلعبوا في المنتخب الوطني المغربي وما خلاوش بصمه، ولكن كتلقاهم تيتولير كاينين في ليكيب ناسيونال بغينا ولا كرهنا. هكا التركيبه ديالها هكا دايره ياك. هادشي اللي بان لي، هادشي اللي بديت كنتعلم انا معاكم. يا سلام عليك. نمشيو للعرندسه. نمشيو لبرشلونة ناخذوا معنا السي سامي. مرحبا سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام سامي، اهلا وسهلا. سيدي منير بخير لاباس عليك. الله يحفظك السي سامي، بارك الله فيك. ولالا ايمان. تحيه لك سي سامي. الله يحفظك. اوه كنت عول اليوم متصل ما نغلطش سميت سي فخر الدين ونقول له فخير. ساعات عجاب. جاي حاضر. أول يقول لك سيمون أقول له فاخي واخا. أشنو بان لك سامي فضل؟ تفضل. أنا واحد المسألة في ديال أنا ما غادي نناقش لا لائحة لا شكون دخل هذا اللي ما جاب هذا، هو يعزل لك الشيء ديالو. أنا اللي باغي نتناقش هو في هذاك التقني. أنا أصلا ما كيعجبنيش وليد الركراكي الطريقة ديال اللعب ديالو لو جو ديالو ما كيقنعنيش أنا، ما كيعجبنيش. اللاعبين واش دابا اللي كيستدعيهم واش عندهم هذوك لي كاليتي باش يقدر يدير اللعب ديالو، ولا كيجيب احسن وحدين في لي بوست مثلا عدلي ولا رحيمي ولا ذوك اللاعبين الفوق كيلعبوا واحد سيت جو بشكل على الطريقه ديالو هو، كيبقى كيضيرهم بواحد المسائل دفاعيه اللي كتحيد شويه من الجهد ديالهم ولا مسائل. يعني اللاعب اللي كيعزل واش بناء على الطريقه ديالو هو من اقل من له الطريقه ديالو، ولا كيعزل احسن ما كاين تما كاين ومن بعد كيفرض عليهم واحد الطريقه ديال لو جو اللي ما كتنافسش، حيت ما كنستغلوش حنا اللاعبين اللي عندنا القوه ديالهم اللي كنشوفهم انا ما كنحس بهم كلهم مكتفين، الفرقه ديالهم كينفجروا. هذه هي اللي بغيت نعرف انا واش كيدي لنا احسن وحدين اللي كاينين، ولكن طريقه الجو ديالهم ما كتناسبهمش، ولا كيبغي يطبق عليهم داك الشيء. حيت انا نعطيك واحد الحاجه قول عليا هبيب.
كيفاش تعلم يلعب مع مطلبتي الوجود سيمو بلاتي والله انا متفق معك في هذه اللي قلتي. انا غنسول واحد السؤال لان كان واحد المعطى حتى هو ما ذكرناش في الندوه الصحفيه اليوم. قلتي اللعابه يدخلوا في الطريقه ديالو اش من طريقه ديالو بعدا كاينه دابا هاد اللحظه كي ديفوندي لا اللي شفناها هو كيدير في البلوك لا. في الفيلم بلاتي لان حيت هو قالها اليوم قال لك من بعد لا كوب دي موند بدلنا طريقه اللعب ديالنا ولا عندنا لو جو دو بوسيسيون بوسيسيون دابا كنقول لك اش قال هو هو قال لا بوسيسيون غير هو لا بوسيسيون واش بفعاليه مش بحال داك الشكل اللي شفنا في لي دات فيفا اللي في لا دات فيفا اللي دازت ضد موريتانيا وانغولا. يعني عندك لا بوزيسيون انت كاع 80 ل 20% ولكن عدد المحاولات صفر ولا وحده فهمتي ما كتحصلش كاع لا سورفاس دو ريباراسيون فوالا كما كان قال لهم غوارديولا كان قال لهم بان هذيك البوزيسيون بزاف الناس كيلعبوا بهم ولكن ما كتحش واحد الخدمه ديال واحد شي كاين شرح لك واحد الجمل تكتيكيه ما كتعاودش ما كنقولش كيدير هادي ما هادي كتلقى عين اللي ولكن هذا اللي ذكرتي غوارديولا راه غوارديولا لا بوزيسيون راه بحال قلتي واش كنقول لك بغيت نقصد لك لا بوسيسيون ديالك كيبقاو عليك حتى كتمل انت وما كتعرفهمش كينوموك لا غير واحد القضيه اخرى دابا عالميا يعني اون ستاتيستيك اللي يعني اكثر لي بلوس تيتري واللي كيفرجوا كل سميتو راه ما كتكونش عندهم لا بوسيسيون دو بال ما عرفتش واش فهمتوا الفكره ولا لا فهمت الفكره ولكن ما كتكونش ديك 100% لا بوسيسيون ما بغيتش ندير قاعده لا ماشي قاعده ولكن كفكره تفضل سامي تفضل ولكن هذا ولكن دابا هو اللاعب اللي كيستدعي غير الا انا كمدرب ولا شتي شي مدرب اخر الا جيت كل واحد نعطيه البوست ديالو كيفما هو غادي يكون مزيان تشكيله تكون بواحد الطريقه اخرى واحد ستيل دو جو غادي يكون مختلف ماشي على وليد غير اللي كنعرفوه مثلا ربما ما كانتش كوادريش انا بغيت نقول لك واحد النقطه اللي قلت عليها قول لي عليها به شي كاس العالم اللي درنا فيه في مع ايرفي رونار اييه وتقفينا والله الا ما استمتعت والفراج على البرتغال داخلين لو جو يعني كتحس بالضغط عليها وشوف على المعلق كيقولوا انا متفق معك جمله وتفصيلا وين نكمل لك هذه في كاس العالم شي شنو اللي فرحت فيه انا في كاس العالم هذاك وصلني النهائي وهذوك الاهداف اللي في ملحظه ما بين ترى واخرى كندير واحد كونترا كتدخل كتفرح هذيك هيستيريا وحنا وكشفونا العالم وكذا ولكن كوره باش ما نكذبوش لا حتى كوره لا انا بعدا انا شبعت في كاس العالم عجبني الفريق الوطني بهذاك الشكل اللي اختار هذاك لو سيستيم ديك الوقيته كان صالح اختار واحد الشكل مزيان هذاك لو سيستيم كان في ديك الوقيته صالح اما دابا راه ما بقاش صالح غير دابا شنو البديل حيت هذوك الفرق اللي كنا كنلعبوا ضدهم عندهم واحد الستيل ديال جو كيفرضوا عليك صحه راه مفاهمين دابا انا هادشي اللي بغيت نقول راه متفق معاك غير يمكن باقي عندنا حنا ديك ما عرفتش واش الا كنت غلط صح ليا الفريق اللي كيدافع راه هو الفريق اللي واللي ما كيفرش لا راه يقدر الفريق كيدافع ويفرجني انايا وريال مدريد ما كتفرش بلاتي الطريقه باش دافعت مع مانشستر سيتي ما فرجاتكش الريال راه كتدافع وكتهاجم وما كتبقاش غير كتدافع عادي لو شوا اللي خداو مع واخا كنقارنوا داك الشيء الذي لا يقارن ولكن الناس دافعوا وفرجوا ملي كتشد الكره كتلقى واحد الجمل تكتيكيه واحد الحاجه كتلقى شي كتحس ما كتبقاش غير كيديفوندي سامي انت في برشلون برساوي؟ لا ريالي واخا نرجعك اللور واحد الماتش ديال البارسا والانتر في تشامبيونز ليغ فاش كان مورينيو في الانتر مالك ديك الطريقه باش ديفوندات الانتر ما فرجاتش عباد الله ما فرجاتش العالم وهادشي اللي بغينا نقولوا للائمه بان ماشي غير ديفينديتي راه كتعني بان راه كاين فيها الفراجه حتى هو شكون كيتفرج ولكن على حسب كيفاش هذاك المدرب غادي يفرجك اذا كان كيعرف غادي يديفوندي بلا ما يفرجك اكوا سيرف ما يديفوندي واش فهمتي؟ الله يحفظك اسامي انا فهمت انا عجبني بان وليد الكاكي والله الا ما كيقنعنيش كاع حيد عليه كاس العالم ما كنشوف حتى حاجه صراحه من الاخر وعلى اين سي سامي شكرا لك سي سامي شكرا عماد المشكور تحيه لك خويا عماد قال لك الكل تقريبا يتكلم عن سيس وداري في نظركم مشى ماشي وليد ما باغيش يبدل العقليه بزاف والله
دابا بزاف اللي كيهضروا سايس سايس شوف هو راه جاوب عليه كابيتان قال لك لا سايس راه واحد النقطه مهمه قالها والدي الى اناليزيتي شويه شنو كيقول قال لك خليتو في هذوك لي دات فيفا اللي ما استدعاهوش يعني سايس قال لك باش يرتاح باش يرتاح وباش زعما نعاودوا تكون الريكوبيراسيون ان شاء الله تو سكي ناتوريل زعما بطريقه ناتوريل. ولا رجعنا لك شي اللي تقال في قبل لي دات فيفا في دوك الندوات الصحفيه راه نقدروا نلقاو العكس نفهموا العكس. خاصك تشوف واحد الحاجه بعدا منير كيفاش العصب اللي كان فيه وليد الركراكي في لي ماتش ديال كوب دافريك مع سايس. حيت فاش كنت انايا في التيران وشفتو كيفاش معصب على سايس كان خصو ضروري ما يكونش في لي دات فيفا الجايين دونك هادشي اللي كان قال لك دابا غنخدمو ناتوريلمون انه راه عادي عاود يرجع سايس اجي نهضروا على داري داري تلقى بزاف ديال الانتقادات يعني من لاكوب دو موند من منين يعني مشى للويدان مشى لبريست دابا شارلو روا دابا مي كتكلم مع شي حد كيقول لك لو نيفو ديال الدوري البلجيكي ما كيتقارنش مع الدوري مثلا الاسباني ولا الدوري الانجليزي ولا دونك دابا حاليا داري بريتي لشارلو روا في بلجيكا كيقدم سيزون اللي مزيانه دا شحال مره يعني كاحسن لاعب في هذاك لو بوست واش كيلعب لي ماتش شوف ماشي 100% ولكن او موا راه دار لي ماتش واش عنده تنافسيه وراه بزاف امونيه صافي لا واش عنده تنافسيه لا كاين تنافسيه وكاين اللي عنده تنافسيه راه عرفوا علاش ماشي بحال بريست ياسر عطار غنختم بالتعليق ديالك اخويا وشكرا قبل ما نمشيو للفاصل العبره بالخواتيم يعيط اللي بغى اكزاكتومون لو شوا ديالو هو اسيومي هذه الهضره ديال فخر الدين هادشي اللي كاين الساعه الثانيه في استوديوهات شاده اف ام غادي نسدو مؤقتا هذا الموضوع ديال المنتخب الوطني المغربي مؤقتا وغادي ندخلوا للبطوله الاحترافيه الدوره 28 واش نقولوا دوره الحسم اليوم ولا بدايه الحسم بدايه الحسم فاصل ونعود انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام نقرا بعض التعليقات ديال الاصدقاء السي سعيد راه زياش هو الفرقه اللي ما لعبش زياش كيبان لك المنتخب غير كيخربق وراه هذا هو المشكل يا اخي الا كان عندنا ارتباط ديما بلاعب واحد هذا هو المنتخب الماتش الاخر في لاكوب دافريك الجامعه اللي كتحط اللائحه من الركراكي مجرد واجهه الله اعلم هارون ادريسي الركراكي ضعيف اختي ايمان تكتيكيا راه والو والو لائحه متوازنه كل التوفيق للمدرب المغربي وليد الركراكي هشام العلاوي رضا مالوح حارثنا غيام اونتريلور دو توت سيز ابارونس قاسيه شويه حارث كان في واحد الوقت كان كيكون مؤثر في بعض المباريات غير وانا نتفق معاه اعطيني شي ماتش ريفيرونس ديالو اللي كان فيه فور بحال مثلا ولكن بعيد هذه لا كوب دو موند 2018 ضد ايران حارث كان وديك الساعه يلاه يلاه من بعد كونسيرنون ربيع حريمات il faut être honnête le niveau actuel de la الله يرحمك الا كانت لونيتي انك غتحكم على لعاب النيفو ديال البطوله واخا عطيت الله في الدوري الروسي يلا مثلا وكاينين اصاحبي شو منير كاينين دي جوار اللي ما كانش عندهم طون دو جو كاع في هذا قال لي نكمل التعليق باش من لو نيفو اكتويال نيد با لي جوار بور افوار اون بلاس ايه لو نيفو اكتويال نيد با لي جوار بور افوار اون بلاس ولكن الا جيتي بقشتي في هذا لو نيفو ديال هذه البطوله كاين تو بو افوار دي جوار اللي يقدروا يلقاو من هنا قدام اون بلاس وعندك موهوب عندك طلع الاسماء اللي زحزوح ماشي كنقول دابا جيبو دابا ولكن حط عليه العين من قدام ايغامان واحد القضيه قالها منير في لا كونفيرونس وليد قال لك باللي زعما هاد اللاعبين ديال البطوله ضروري ما خاصهم يمشيو لدوريات اخرين اللي عندهم لو نيفو اكثر باش يقدروا يجيو المنتخب الوطني المغربي عطا شي معلومات راه عطا معلومات غالطه يعني انت طونكو في البطوله راه عطا معلومات غالطه قال لك عبقار لا بطوله ما عمر عبقار لعب في البطوله لا ترغالين لا بطوله ترغالين ما لعبش البطوله ديريكت لاكاديمي طق الا كنتي كتهضر على البطوله ديال البطوله زعما في الاكاديمي منير مهم حتى هي راه نصيري وما لعبش البطوله في ليكيب بريمير وناحي ما لعبش البطوله ياسين بونو لعب فيها اون دومي سيزون واه هي هذيك مع الوداد زيد شكون اخر نايف اكر لعب كاين مشكل كاين ما نجيبش لا تي هو بالعبيد في منين جاي؟ بالعبيد لعب راه هو اللي طلعو منين جاي؟ راه هو اللي طلعو ليكيب بريمير دونك الكوليك ديال من؟ ديال حريمات لو طون دو جو اللي كيلعبوا بالعبيد كيلعبوا حريمات ميرسي 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 بوك كاينه على ايمان ندير لك داك اعطيه خويا منير اسمح لي من تقاسم وجهك بين عليك ما مرتاحش من اللائحه ما تخوفك بكل صراحه
لا والله العظيم التخوف ديالي انا هو شنو غنشوفو في لي ماتش. ما اللائحه بيني وبينك خايف اولا على المنتخب الاولمبي هو اللي ما مرتاحش ليه، ما مرتاحش ليه نهائيا. الا لو وقعت شي معجزه عاوتاني ومزيان يجيب الله شي واحد يقول لك راه سكتوكم ما كاين حتى شي مشكل في لي جوز اولمبيك. ما كرهناش والله، ولكن كيبان لك ان اون ايكيب كتبريباري بلعابه اللي ما غيلعبوش في لي جوز اولمبيك. اللي غيلعبوا اللي غيمشيو هما اللي كاينين في ليكيب بريمير. اما ليكيب ناسيونال انا كنظن نقولوها من هنا من بعد هذاك اللغط اللي من لاكوب دافريك اللي كانت واحد المرحله فاصله في لان قبل لاكوب دافريك كان الا هضرتي على الركراكي بحال لا اطونسيون عندك دابا ما كتهضرش على الركراكي راه كتهضر الاختيارات ديال الركراكي. لا هضرتي على الركراكي ديك الساعه غير قلتي الرك باقي ما كتكملهاش كيخرج شي واحد و من بعد لاكوب دافريك تبدلات هاد القناعات عند واحد العدد ولاو كيدخلوا مع الاختيارات وعلاش وحنايا ودرنا وفعلنا ما كاين مشكل. جاو لي دات فيفا ديال جات لا دات فيفا ديال مارس لي دو ماتش كنا كنقولوا من بعد لاكوب دافريك شنو غيوقع، بان على انه الجديد هو جو لعابه جداد، ابراهيم دياز الياس بن الصغير وسفيان رحيمي، وزادوا الضغط على الركراكي وتعالت الاصوات ديك الساعه. راه كاين اللي قال لك يمشي في حاله من دابا، هذا اللي كانوا كيقولوا عليه حتى واحد ما يهضر معاه خليه يخدم يمشي في حاله. دابا رغم دوك البلاغات ديال تجديد الثقه وداك الشيء ديال لا فيدراسيون نقدر نقول ان هاد لي دو ماتش اللي جايين حنا اقرب للانتصار في جميع الحالات، لان هادي زامبيا والكونغو في جميع الحالات كان داك شويه داك شويه المفاجاه الكره هي ولكن المنطق يقول انك غتنتصر. الاشكال هو كيفاش غتنتصر وخاصه الماتش ديال اكادير مع زامبيا داخل الميدان. راه الا ما كانتش ليكيب بهذاك الشكل اللي بغاو الناس يشوفوا داك الشيء غيساليو هاد لي دات فيفا اش غتولي تسمع. وانا نقولها لكم من هنا، واه عندنا لعابه كبار وخصنا مدرب كبير. عقل على هذه الجملة هذه غتولي تسمعيها إن شاء الله من بعد لدار فيفا إلا ما كانش المستوى مقنع. ولكن أنا ما نتفقش معك واحد القضية منير. هادشي اللي كنقول أنا شنو غيوقع؟ لا 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 أدعي لا أنا ما نتفقش معك. عرفتي علاش؟ على واحد النقطة ديال أنه راه غادي يكون انتصار، لأنه منين كتشوف ماتش أميكال راه ماشي هو ماتش ديال الكاليفيكاسيون. وراه راه المشكلة هي المشكلة هي إلا ما كانش هادشي. لا والتزامبيا وما ربحناهاش والكونغو ما ربحناهاش. خاص الانتصار واخا راه ماتشات صعاب راه ماشي ساهلين. والله ما ساهلين. الانتصار وكيفاش؟ كيفاش يعني واش قنعتي بهذا ولا لا؟ انت راه عازتي صعبتي القضيه. لا لا خاصها تصعب لانه ما كاينش. فنهيو هذا الموضوع ديال المنتخب الوطني وحنا مازال مواكبين يعني في انتظار المباريات وغادي يدخلوا اللاعبين وبدايه التجمع ونتمنوا ان كل اللعابه يجيو ما نلقاوش دوك التغييرات ديال اخر اللحظات. هذا راه بليسي لا فان سيزون غيجي فلان وما غيجيش فلان. على اي حنا مازال متبعين الفريق الوطني المغربي. منتخب اخر لم يحالف الحظ في نهائي كاس قاريه هو المنتخب الوطني ديال مبتوري الاطراف للأسف. او ذوي الهمام العاليه وذوي القدرات العاليه. حنا الدراري سوا ديتو كوب دافريك ولا ما ديتوهاش فشابو انكم بعدا كتلعبوا كره القدم وبهذيك الطريقه اللي بغيتو كتستمتعوا كتسجلوا اهداف وكتمتعونا. ما حالفهمش الحظ مع المنتخب الغاني ولكن حتى الاشواط الاضافيه منير ايوا عرفتي على ما كتبش لا لا بيت واحد زعما ولا فهمتي. كنا كنتمناو على انهم يديو هاد لاكوب لانه علاش؟ لانه بهذيك يعني المشاكل الصحيه اللي كيعيشوها وبكل شيء ولكن عازمين وكتشوف واحد الاراده كيفاش يعني يعني انتصروا بعدا في المقابلات الاولى بحصص اللي كبيره. فكنا كنتمناو على انه يديو هاد لاكوب لانه يستاهلوها. على اي كيما ذكرتي نتايا كيبقاو يعني منتخب اللي عطى الشيء الكثير لهاد النوعيه ديال كره القدم. هارد لاك بيان سور في الباقي ديال الاستحقاقات ان شاء الله اللي غادي تكون كاس العالم. كاس العالم اللي ديجا كاليفيو ليها ومزيدا من واللي كانوا فيها بيان سور الاهتمام واللي كانوا جاوا الخامسين في النسخه اللي كانت الماضيه في اسطنبول. دونك برافو ليهم كنتمناو ليهم ان شاء الله التوفيق والاهتمام كما ذكرتي من الجامعه الملكيه المغربيه لانه حتى هذه كره القدم. ناخذ معايا متصل جديد في حلقة اليوم سي منير من كازا. مرحبا منير. مرحبا سي منير. اسمح لنا الا خلينا كتسنى شويه قلنا نسبقوا المنتخب ديال المبتوري الاطراف. الله يحفظك سي منير مرحبا. الله يسهل عليك. مرحبا اختي ايمان. اهلا بك سي منير. الله يكبر بك. الله يبارك فيك.
انا بغيت نهضر على الركراكي الى خاطركم البطوله. تفضل. الركراكي الله يكون ليه بالعون. امين. ما نكذبوش على الله. انا حط راسه في واحد الموقف شويه صعيب، ما نكذبوش على الله. من اي ناحيه سيموني؟ ما بغاش يجدد ليكيب لان عنده الوقت وعنده كل شيء، ما بغاش يجدد ليكيب. ما نكذبوش، لان الكومبيتيسيون ديال كوب دافريك غادي يمشي بحال هذيك الكوب دافريك اللي فات. حنا كنا نتمناو يجيب لعابه فهمتي، وعنده الوقت، عنده جوج ماتشات، عنده هادي، يجيب شي لعابه اخرين يجربهم. بحال بحال الدري ديال الجيش هذاك حريمات. اييه. هذاك الدري ديال الجيش اكسترودينير، دري زوين ما نكذبوش. صراحة هذه النقطة الأولى، النقطة ديال حارث، أنا بالنسبة لي كمونير ما كيعجبنيش ذاك اللعاب، ما نكذبوش على الله. هذاك اللعاب شي أي لعاب كيكون أناني في اللعب ديالو وما كيطلقش كرة، كيحضر راسو كيتم غادي كيجري، ماشي لعاب. ما كيلعبش مع الكوليكتيف مع المجموعة. عندك هو والزلزولي، هادو جوج صراحة في المنتخب كاتاستروفي، ما نكذبوش. الزلزولي ما كاينش. اه عرفتو ما كاينش. ما كاينش. وكاين واحد اللاعب اخر لو نبنيو عليه المنتخب المغربي راه تيرا شي حاجة كبيرة، اللي هو الرحيمي سفيان. سفيان كون نبنيو عليه المنتخب راه يدينا فوق من السحاب، ما نكذبوش على الله. وما كاينش خوف في المغرب كامل، وما دازش شي واحد بحالو في المغرب. هذا رأيك؟ رأيي هذا كنقولو. صريح العبارة، هذاك اللعاب تظلم. دابا هو كاين في ليكيب ناسيونال. كاين دابا كاين، دابا هو فارض راسو. واللعاب اللي دا الشبان ديال كأس افريقيا بأحسن الجوائز، داها ولا ما داهاش؟ شكون هو؟ رحيمي. اين الشبان؟ ديال الشبان، ديال الشبان ديال الشان. والشان ولا الشبان؟ لا الشان. الشان مش شبان، عمره ما لعبها. لا ديال الشان. الشان الشان في 2021. في 2021. دا احسن الجوائز هو اللي داهم. انا هضر لي على الفورمه ديال دابا. ديال دابا شي الرحيمي لو نبنيو عليه المنتخب، لو نبنيو عليه المنتخب. كيفاش تبني عليه المنتخب؟ والله خلق شوف حطه هو افا سونتر ولا ايلي. افا سونتر ولا ايلي. وبني عليه، بني عليه الشيمه ديال المنتخب. هو هذاك الدري، هذاك الدري والله الا جوهره راه ما عارفين في قيمته. والله ما عارفين قيمته هذاك الدري. ما كاينش خوف في المغرب اسي منير، والله ما كاين خوف في المغرب. هذا رايك. كاملين شي لا المحترفين ولا المحليين. راه ما نكذبوش على الله، شوف حنا الصحافه كنقدروها ماشي ما كنقدروهاش. وكنحترموا الراي ديالها. ولكن ما كاينش شي صحافه خويا منير ما نكذبش عليك ما كيقولوش الصراحه، ولا فيريتي ما كيبغيوهاش. بحالاش الصراحه ولا فيريتي؟ لا الصراحة في اللعابة. واش الصراحة غير داك الشيء اللي كيبان لك أنت هو اللي كاين خص الصحافي يقولوا باش يبان صريح؟ لا لا ماشي هو اللي كاين، ولكن كاين واحد كيف كتقول واحد المستوى خاص الصحافي ما يتجاوزوش. لا حيت دابا بلاتي نعطيك على سبيل المثال، دابا أنا نقدر ما نتفقش معاك في واحد الكلمة قلتيها، قلتي رحيمي ما عمر خوه ما داز في المغرب، أنا ما نتفقش معاك. ما كاينش، ما نكذبوش معاك. هذا رأيك. ولكن إلا أنا اختلفت معاك، إلا اختلفت معاك. ودابا خليني غنكمل. دابا الا اختلفت معاك اذا انا ماشي صريح. لا رايك تا هو احترام سيموني. وراه واحد هاد السميه هذه اللي قلتي راه خوته بزاف عاوتاني باش ما نقارنوش بين الاجيال، ما تقولش ما داش خوه. ولكن لا فورم اللي عنده دابا الدري يستاهل انه يكون بالفور يا الشيفور. برافو علي. ياك جيت كلا عطيتك داك الشيء اللي بغيتي تسمع ياك. لا مهم انا ما نقطعش كلامك اسي منير. حتى واحد زعما ما غيختلف في هذه النقطة منير. نبدا اخويا منير. رحيمي راه كاين البلاصة ديالو. شوفي اختي ايمان الدري تظلم بزاف اكثر من دابا نسى داك الشيء اللي تظلم دابا كاين. ها هو كاين دابا صافي نسى دوز. خصنا نبنيو عليه شي دري. اش غتبني عليه؟ قسم بالله لا ماشي نديو كاس شي كوب دي موند. كون كان في كوب دي موند. وكان في كوب دي موند. لا يعلم الغيب الا الله. لا الا الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذاك التيم ديال كوب دي موند
والله ما يتعوض وقسم بالله ما يتعوض. شي دابا الركراكي راه دايخ مسكين الله يحسن ليه. فوالا دونك اختيار ديال الركراكي كي اسومي هو غي اسومي زعما غادي يتحمل المسؤوليه ديالو. راه دايخ مسكين صراحه احنا معاه ما نكذبوش على الله. الله يحفظك امو. راه دايخ راه ما عارفش باش نبلي دابا لان عنده واحد اللعابه عنده ثلاجه عامره. اش نقول لك راه قال هذا عنده التخ ديال الكره راه عنده التخ ديال الكره. ايه واش غدير. تحياتي منير شكرا لك اخويا. البطوله ودي مراجع ما نكذبوش على الله اليوم ان شاء الله. اش اليوم غيتحسم اللقب ولا باقي اش بان لك امونير؟ لا لا مازال شوفي انا نقول لك ايمان انا نقول لك ايمان اخويا ايمان اختي بطوله رجاويه وكاس العرش الجيش سالينا السلام عليكم. فهمتوا صافي نيغوسيو الله يعاون ياك فهمتوا دير خويا فخر الدين سلم لي على منير مو بالله. الله يحفظك قول لي نهار حد قول لي نهار حد ان شاء الله قول لي راه لقاف هذاك. الله يحفظك منير شكرا الله يعاونك الله يسهل. تحياتي منير ناخذ فاصل اشهاري ثم نعود هي نيت ندخلوا للبطوله الاحترافيه الدوره 28. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. تحيه لكل الاصدقاء وكل من يتابع معنا حلقه اليوم. ناخذ معنا متصل ياك زكريا مدينه الدار البيضاء. مرحبا زكريا. السلام عليكم خويا منير. اهلا وسهلا. السلام لالا ايمان. السلام عليكم سي زكريا. انا يا جي با لابيتود دو دابلي في لي ديميسيون في راديو سي لا بروميير فوا كو شو ان تران دو فير سا. مرحبا زكريا. وصراحة كاينه اون ديزان ولا فانتين ديميسيون اللي كاينين كي داولوا في مختلف المحطات الاذاعيه والمحطات الالكترونيه. مرحبا بك. مي جو تيان ا فو فيليسيتي بور لا لين ديريكتريس ديالكم باسكو فريمون شي حاجه اللي كتشرف. الله يكبر بك. شكرا لك. شي حاجه وشي حاجه اللي فريمون كتشوف الناس اللي كيهضروا بكل امانه وبكل روح وطنيه وبكل شفافيه وكيقولوا داكشي اللي كيفكروا فيه وداكشي اللي كيشوفوه. الله يجازيك بخير. شكرا لك. ما فيش حد يشوف لك شنو تقول سا سو فوا اي سا فريمون موا جون سي فيير دو فو صراحه. الله يحفظك اخويا زكريا شكرا. دونك موا جو واخا سالينا وقيله من لا كونفيرونس دو بريس والمنتخب انا جو جوست اوفر اون بيتيت بارونتيز. ما عرفتش واش سي فوز افي روماركي في هاد لا كونفيرونس دو بريس اون ا فيو اون اوتر ايماج ديال وليد الركراكي. Wadi Gregi qui était pas trop zen, qui était pas trop comique comme il avait l'habitude de faire, il n'était pas à l'offensif. Il a essayé de répondre avec plus d'intelligence que avec l'ironie Diallo, avec Diallo cherche. Je sais pas, ça me donne l'air qu'il est moins confiant. Pas de la conférence de presse. C'est Zakaria. Le métier d'un sélectionneur, ça s'apprend. Ah, exactement. Donc, الواحد راه كيوصل لواحد الوقت باللي كيفهم ان حتى الطريقه ديال باش ندافع على واحد الفكره ولا نجاوب شي جورناليست حتى هي فيها واحد شويه ديال مزيان. لا exactement, moi c'était pas de la critique, c'était un constat. Oui, je sais. C'était un constat, بالعكس انا ما فيش plaisir de la façon avec laquelle elle a commencé à répondre. Oui. ماشي ديك ليفوني والخشاب والتاح والحوت ومراتي وجو سو با كوا ماشي ديك سيريو. Il était un peu zen assis Zakaria vu exactement. Mais ça se voyait sur si on arrive à lire le face ديالو, on sent qu'il est moins confiant. Ama tana c'est que la confiance li mol fi atay daima. Peut-être la prudence, on connaît la prudence. Plus que manque de confiance mais بالنسبة لا ليست انا جو فوا كو لا ليست سي نورمال لا سول كيستيون كي سو بوز هي اللي تفضلت فيها السي منير هضرتي عليها هي لي جوار اولمبيك واش يمشيو مع طارق واش يبقاو مع وليد كون وليد في امونس في 11 ولا 15 كي سون افيك ليكيب ناسيونال دونك لي 22 كي ريست افيك طارق ماشي لي 22 لي 18 اللي 18 اللي بقاو مع طارق شنو غادي ناخذوا منهم غتاخذ منهم سته غتاخذ منهم سته دونك شنو هي لا موتيفاسيون ديال دوك 18 اللي دابا عند طارق الله يرحم الوالدين. دونك مو جو فوا كو سي ان بو سيتي مالادغوا دو سا بار دو دير سا
وخا حاول يصحح ولا يدير اون كوريكسيون من بعد فاش قال 80% 90% غيمشيو، ولكن بان على ان اون جوور من هادو يمكن قاعد يتزاد العدد، يقدر يتزاد العدد. Recule un peu, parce que comme ça, il... Exactement, parce que je mets trop, je peux dire que contradiction. Après, c'est dans la contradiction. Ben, aujourd'hui, qu'il y a une botola à 19h, tous les matchs vont se dérouler à 19h. Quand je me mets avec une personne qui est une personne qui a une botola entre l'Effar et le Raja, c'est le seul point positif de ce championnat de l'Adam. Il y a la dualité entre le Raja et surtout après la défaite bien les phares, ça augmente un peu le suspense. Il y a aussi du suspense aussi sur le bas de tableau, mais qui prend des chiffres. Ça fait l'air bien. En fait, le cas du championnat d'hier là, vraiment l'air bien. Donc, on arrête de lancer des slogans. On a le meilleur championnat d'Afrique. On est les meilleurs. On est les plus forts. دونك شامبيونا كيبقى على قد الحال كيبقى دوري متوسط. الله يحفظك زكريا سيدي، ميرسي بوكو. شكرا زكريا، العفو. مرحبا. ميرسي بوكو سي زكريا. مرحبا سي زكريا، تحيه لك. بغيت ندخل لمنافسات البطوله الاحترافيه، ولكن نمشيو اخويا لنون النسوه. نون النسوه باش عاوتاني ما يتقلقوش علينا. او كاين بزاف ما يتقال. كاين المنتخب الوطني اللي اون كونسونطراسيون، عندهم شي حصه تدريبيه مفتوحه في بركانياك بيان سور، غادي تكون ان شاء الله غدا باذن الله في الملعب بركان. بيان سور غادي يكون عندهم جوج المقابلات، الاولى اللي غادي تكون ان شاء الله لو 30 ماي، دونك هذا الخميس هذا اللي غادي يواجهوا ان شاء الله الكونغو الديمقراطيه، والماتش الثاني غادي يكون ان شاء الله لو 3 جوان. على اين خورخي فيلدا اللي استدعى 26 لاعبه، بيان سور لو ساتور ديال الجيش الملكي حاضر، كاين يعني كاينين بعض الاسماء اللي فاش كنا ناقشنا اللائحه، ما كاينش شي تغيير، ما كاينش تغيير بزاف. كاين زينب العرعري من نهضه بركان، كاين بامبارا من سبورتينغ، غير هو الجديد يمكن في هاد لا كونسونطراسيون. كاين بزاف ديال اللاعبات اللي جايين حتى هما بنفسيه وبمورال، وحتى هما فايزين مع الفراقي ديالهم. وشكرا على هاد لا ترانزيسيون، حيت انا بغيت نبدا بها. علاش ما كاينش اخويا غير البيرفورمانس مع الرجال، ولكن حتى العيالات راه عندهم رجعنا رابحين البطوله، حتى سكينه وزراويه حتى هي راجعه. شوف اش منك يا كاس ديال لا سويس، اش منك ديال الشامبيون ديال لا سويس. لا بلاتي نبدا لك بعدا بإيلودي نقاش، ونبدا لك بإيمان سعود اللي كيحققوا هذا الموسم جوج ديال لي تروفي، الاول اللي كان ديال لاكوب ديال لا سويس، والثاني اللي يلاه دار هذا الويكاند هذا، اللي هي لا شامبيونا ديال لا سويس، اللي كانوا هما داروا ديك اللمسه ديالهم المغربيه في هاد سميتو، كانوا تيتولير يعني في لي ماتش الاخرين. بيان سور سكينه وزراوي اللي حققت كذلك الدوري البلجيكي رفقه اندرليخت. نور ايمان الدي هذه حتى هي لاعبه اللي كتلعب في سكوتلندا، اللي كتلعب في سيلتيك غلاسكو، اللي تاهي حققت الدوري السكوتلندي. دونك كاينين الاسماء اللي عديده، دونك هادشي كله كيكون وكيجري في صالح المنتخب الوطني المغربي، باش ان شاء الله تكون هذيك البصمه المغربيه في جميع
علاش لا القارات العالميه دونك عاوتاني في ليكيب ناسيونال اللي كيبريباريو لا كوب دافريك هذا اول ظهور ليهم لا يعلم الله شوف الكوب دافريك وهذا اول ظهور ليهم من بعد هذوك لي كاليفيكاسيون ديال لي جوز اولمبيك اللي باقا هنا اللي باقا هنا واللي ما تكتبتش دونك كنا كنتمنوا اننا نكونوا مشاركين دابا في اولمبياد المنتخب الوطني انا غنسميه منتخب وطني واخا هي ثانويه عمر بن الخطاب ولكن المنتخب الوطني المدرسي اللي مره اخرى عاوتاني فيناليست ديال كاس افريقيا ديال السوكر سكول في تنزانيا مع من لا فينال مع جنوب افريقيا ضربت ترجيح باش ربحوا جنوب افريقيا اللي كاين جوج ديال الحوايج اولا بقاو قولوا لي راه كتهضر عليها بزاف عندنا واحد لا سورس ديال البنات بعدا ها هي هذيك لا باز هذيك دابا ديال بداو معها مؤسسات اخرى هذا العام ولكن انتظروا منهم العام الجاي العام اللي من بعد عاد ولكن لا ريفيرونس هي ثانويات عمر بن الخطاب ولهذا فما فيها باس نذكروا الاسماء ديال بعض التلميذات او اللاعبات اللي كانوا في هذا المنتخب الوطني المغربي اللي لعبوا هذا السوكر سكول في تنزانيا كاينه فرح المراني رجاء الظهراوي كاين ثلاثه ديال اللاعبات سميتهم ملك مومن ملك ماغوت وملك العريبي وكاينه مريم اللوباني واحسان بومهدي ومريم وبلا وفاطمه طاهر ونسيبه الهلالي هادو اللاعبات هادو اللي قدرت نجمع الا نسيت شي اسماء اسمحوا لي لان راكم كتعرفوا راه ما توصلنا لا بلوائح لا والو غير بشويه ديال المجهود الشخصي المجهود ومتابعه المباريات باش كنعرفوا باش كنقدروا والمدربه هي ناديه الجليدي المراكشيه اللاعبه السابقه ناديه الجليدي والمؤطره والمدربه ناديه الجليدي هي المدربه ديال هذا المنتخب علاش انا كنهضر على هادو علاش لانه ما هو المستقبل ديال جميع الفئات ديال المستقبل ديال غدا فوالا ديال لي كوب دو موند اللي غادي تنظميهم ايمان من 2025 حتى 29 هادو راه واحد 3 4 5 اللاعبات غيكونوا في هذاك المنتخب ديال لي اوديسات اللي غيلعب اون كوب دو موند هنا فانتبهوا مزيان لانه هاد الفئات ديال لي او 15 على الاقل ولينا دابا كنهضروا على البنات او 15 وما تحت فبالتوفيق وان شاء الله نتمنوا كيف تم ضمان الاستمراريه مع يونس ربيع انه تكون استمراريه ديال هذه الفئات لان خاص عند كل عام دابا اون جينيراسيون نتمنوا ان الناس ان الاداره التقنيه وخاصه قطب كره القدم النسويه انتبهوا مزيان لهذه الاشياء بطبيعه الحال الناس راه عارفين اش كيديروا ولكن ما يكونوش دوك الحوادث السير دو باركور نمشيو ناخذوا معنا متصل جديد جمال من كازا مرحبا سي جمال السلام عليكم وعليكم السلام سي جمال مرحبا منير الله يبارك فيك تحياتي لك سي جمال عندي اخويا واحد ما عرفتش باش غنبدا اخويا منير باش نبدا في المؤاخذات عليك ياك الله يسمعنا خير بالله ولا نبدا بالمقيطات اللي فيهم المدح ولكن خفت عاوتاني لا لا حيد المدح شو ها حيد المدح حيدو بدا بالمؤاخذات اسمعني بدا حيت اللي خفت صبخت المدح تقدر تقول هذا فرش ليا فهمتي يلا ويلا صبختي المؤاخذات تقول هذا حفر ليا حاشا 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 توكل على الله توكل على الله سي جمال انا بالبرش كنكون كنتسمت خويا منير وكنقول لك بعد المتابعين كياخذوا راحتهم لحظه وخذ راحتك خذ راحتك انا ماشي عليا انا إيه؟ انا داك الشيء كيكون عندي خفيف ضريسي الا كتعرفني ما عنديش انا إيه؟ وكاين بعض اخواتي بحال كيبان لي الحليل دغيا ما فهمت وي كتقول لي وي بحال زعما صافي بركات كي قلتي الله يجعل البركه المهم وسمح لي نغلط ما كاين مشكل لا لا ما غلطش انت على حق لا حاجه ولا لا قول لي والبارحه انا قريت واحد سميتو واحد التعليق ديال واحد الاخ ما بغيتيش تقابل انا بدا على حسابي انا ما غنقول شكون ما غنقول انا ما بان لي فيه والو انا ما بان لي فيه والو المهم انت عرفتي انا ما نهضرتش وقيله لا ما عرفتكش انا ما نهضرتي انت الا بغيتي تنقلوا لينا بغيتي تقراه في بلاصتو ما كاين مشكل مرحبا لا 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 انت عرفتي انا غنقول لك على سميتو القادير وشكرتو سميتو وسميتو هادي اه ايه على هذيك الجمله ما بان لي فيها والو زعما وسمح لي اخويا لا لا فيها لا الا جاتك هذيك ما فيها والو اسمح لي واش الاولى ولا الثانيه كتهضر ايوا انت سا ديبون عاوتاني انت شنو فهمتي؟ فيها النادي المكناسي لا لا ما هضر لا نهائيا هذيك النادي المكناسي ما عنديش علاش اعتراض يمكن الثانيه علاش كتهضر انا بالي
الثانيه ما فيها والو اسمح لي. شنو هي الثانيه ما فيها والو؟ كلام كوال كبير سي جمال. لا هو اذا كانت هذيك اللي انا في بالي ما عرفتش واش هي ولا لا. وباش تدخل شي وباش تدخل وباش تدخل شي حوايج شخصيه ديال فخر الدين دخلها ليا في كومونتير وتبدا تقول هذاك لا هذه فيها قله صافي. الا بانت لكم انتم اخويا ما عرفتش والا بانت لك انت اخويا. لا انا بانت لي والله هادي بالله انا ما عرفتش ما عرفتش يمكن توكل على الله سي جمال سير على الله ما فيهاش لا قد في لا والو فيها. انا راه بغيت انا دابا انت سي جمال راه بغيت نقول لك سربي عطينا التدخل ديالك وغتقول لي راه وحدين اخرين واخدين راحتهم وكذا. لا هذا ماشي تدخل هذا وحنا راه باقي كندورو في بلاصتنا راه ما فدنا الكره المغربيه بوالو. غادا غادا مزيان والله غادا الكره غادا اخذت. ونقطه اخرى هي ان شنو احسن سمع احسن صحفي وصحفيه اللي كاين دابا ما كانت بحالهم قبل وما كاينش دابا وما غيكونش من بعد وفهمتيني واقيلا لا يعلم الغيب الا الله. لا واقيلا فهمتيني. لا لا ما بغيتش نفهمك انا فادي اسمح لي يا سي جمال. لا فهمتيني فيها. لا والله ما بغيت نفهمك فادي. ما بغيتش عرفتي علاش؟ لان مساله عندها علاقه باذواق عندها علاقه باراء. لا يمكنش اذواق لا والو. لا لا كاين الاذواق ها وي كاين الاذواق. واش انا غنقول فارس معمرو زاز كويري راه كاين اللي غادي يقولها راه كاين اللي غيقولها وراه ما كاين انت ماشي ذوق هذا ما تقولش لا واذواق صاحبي دابا غير بلاتي غفهمني في 2020 في الفتره ديال كورونا فاش كنا في ديورنا الرياضيه الله يجازيها بخير كانت كدوز ماتشات قدام في التلفازه عقلتي دوزوا واحد الماتش قديم ديال الرجاء وشباب المحمديه كان باقي فيه الحاج احمد فارس لعب. اييه الناس اللي عاقلين على ديك الحقبه اللي كانوا كيتفرجوا راه الحاج احمد فارس راه مول الكره راه كره ذهبيه افريقيه ولكن العقليه ديال دابا دري ديال دابا تفرج ذاك الماتش يقول لك تاش هاد الكره هذه كانوا كيلعبوا هادو شحال هادي واش فهمتي؟ لا اذا كان دري صغير نعذرو اذا ذوق كان دري صغير اذا ذوق انا غنعذرو غنقول هذا صافي دابا حنا في السبعينات ما دوزناش كويريات لا في الثمانينات في التسعينات لا لا داز قالك ما داش لا هو راه ما دوز لا والو لا داز لا بالعقليه ديال دابا راه ما داز والو خويا منير سي جمال لا مرحبا لا ما خلعتينا ملي قلتي مؤاخذة صحابني غادي تقول لنا شي حاجة صعيبة كاع. لا 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 تحياتي خويا جمال شكرا. الله يبارك شكرا لك شكرا لك جمال. البطولة والله إلا فيما كنبغي ندخل البطولة والله إلا قبل ما تدخل البطولة خليني نهضر أخويا على رولون كاروس الله يجازيك بخير. علاش؟ خويا أنا بغيت نهضر على نادال. أنا ما بغيتوش ما كملتش الماتش البارح. لا خرجت من هنا باش نمشي نشوف شي حاجة شوف مي كتشوف نادال 14 يعني تشيتر في رولون كاروس وكتشوف يعني البالماريس اللي دوزو ما كتبغيش يسالي الكارير ديالو هكاك دونك داكشي علاش بغيت نهضر عليه أنا دونك كاين زفيريف البارح شوف كون ما كانش زفيريف كنتي غتلقى نادال يعني في ادوار متقدمه في هاد التورنوا هادي دونك كنتمناو على انه يكون في بيان سور لي جوز اولمبيك اي سورتو كنا بغينا هو مالك ديال هاد رولون كاروس دونك مع الاصابات ومع كيفاش يعني البارح كان هذاك الماتش وكيفاش كتشوف هذاك البوبليك كامل في باغي كي باغي بزز نادال يربح على سبير في دونك وكيفاش يعني الاحترام اللي كنوا ليه لادفيرسير ديالو كيتسمى ادفيرسير كيفاش حشم على انه ربح يعني نادال دونك هادشي اللي بغينا هاد والله الا هاد القيم هادي النبيله اللي بغيناها تكون ما بين لي زادفيرسير ديالنا في الكره ولا في الرياضه كامله دونك داكشي علاش بغيتها تدوز هكاك مرور الكرام. ما دوش ما يمكنش نظر لي دوز ما يمكنش يدوز مرور الكرام. نقرا واحد التعليق ديال صديقنا السي تهامي قال لك داري راه مصاب انا متبعو اذا غادي يجي ريكوبيري معنا. يلا تصاب ماشي كان مصاب يلا تصاب. هذه معلومه حيت انا داري اخر مره شفتو هذه ما شفتوش مؤخرا. ثم قال لك طريقة لعب السكيتيوي بعيدة جدا عن وليد، دائما طريق كيبغي يلعب 4-4-2 يعني قلب هجوم التي لا يؤمن بها الركراكي. ولكن راه الركراكي هضر اليوم قال لك راه انا ولعبت معايا وكنعرفوا طريق وكذا وكذا. كاين هذاك الإشراف. ما نعرف، غنشوفوا الماتش اللي غادي تلعب ليكيب أولمبيك مع بلجيكا واش فيها شي حاجة مفروضة أو متفق عليها من الفوق أو غتشوف ديك القناة لأن آخر ماتش رانا غنتفق مع سي تامي راه طريق سكيتيوي دخل بإيكامان وموهوب في وهنا غنمشي هنا غنمشي معاك بعيد دونك لي كريتير باش جا طريق سكيتيوي اوتوماتيكمون جايين من عند وليد
راه هو اللي جابو ايوا فوالا دونك باش نكونوا صلاه على النبي. دابا صافي شوف غندخلوا للمنافسات البطوله الاحترافيه بعد ما نحروا معنا عصام من اكادير. مرحبا عصام. معكم سي منير. اهلا وسهلا. اهلا ايمان كي داير خويا عصام لاباس عليك؟ غير بالنسبه للنظر راه قدام الله مسكين هذا هو المحل ولا المحل؟ ما كيبقاش والله الا لا جينيراسيون ديال جوكوفيتش وديال فيديرير والله العظيم الا شفنا معاهم دي ماتش اللي زوينين بيت سامبراس بيت سامبراس واغاسي سيرجي بروغيرا كل واحد وقته يونس العيناوي والاذواق لا تناقش شي حاجه مزيانه والالوان الاذواق والالوان والالوان شي حاجه تبان لك انت مزيانه اليوم غدا شوف هذا كيقول هذا ما كيعرف والو هذا ما يمكنش كل واحد وكي كتب لي كل واحد وكي كتب لي سير الله خويا عصام. وبالنسبه للوليد الركراكي والسكيتوي انا كيبان لي السكيتوي يدي داك الشيء اللي عنده دابا ما يبانش حتى شي حاجه السيد الركراكي بغا الدراري واخا ما غير معاهم صافي يديهم ما يمكنش تدي شي واحد تبقى تريني بهم وتجيب واحدين اخرين وراه هادشي اللي كاين هادشي ما يمكنش راه بغيتيهم انت جبتيهم وما غادي تلعب فيهم وحيدتهم للسيد صافي خليهم عندك حيت ما يمكنش تريني بشي وحدين وتحيدهم وتجيب وحدين اخرين انت كاع ما لعبتي معاهم ما والاش دونك راه كنلعبوا ما يمكنش تريني بهم انت كتريني بهم وغادي تديهم وقول لهم لا ما غاديش نديكم لا غادي ندي الاخرين حيت داهم كي غايبان دابا المدرب في وجه هادو دابا انا بغيت نشوف هادوك الدراري اللي عايش لهم دابا من بعد يقول لهم لا ما غنديكم غندي هادوك عرفتي شحال من واحد عاوتاني باقي راه بزاف وكان بالنسبه للركراكي راه كانت مزيانه ليه يجرب وحدين اخرين علاش خلات تدي وحدين دابا كنشكر واحد الصديق اللي فكرنا بواحد السميه شكرا واحد التعليق بلاتي انا غادي نجي السي يوسف ابو عاليه قال لك لا افهم عقليه الركراكي في مارس نادى على المدافع ديال الريال يوسف الخديم وفي لائحته الجديده لم ينادي عليه مع العلم نادى على مزراوي والتوظيف ديالو في الجهه اليسرى انا بغض النظر على مزراوي لان مزراوي مع البايرن راه لعب ريال غوش في الشامبيونز ليغ انا ما عنديش فيه مشكل هاد يوسف الخديم دابا ملي ما كاينش في ليكيب بريمير احتمال وارد جدا غتلقاه مع طارق السكيتيوي لان باقي ذاك النقاش ديال لاريير غوش في ليكيب اولمبيك بعد المستوى اللي شويه ديال ايوب العمراوي تفضل اخويا عصام كاين دابا بالنسبه للنظريه ياك مصاب علاش نعيط له؟ واش مصاب ولا عائد من الاصابه؟ خبيرات عندنا راه بجوجهم علاش غتعيط لي تعيط لي واش حنا دايرين الفرقه ا ولا بي دابا حنا غنعرف واش ا هذيك ولا بي هي ابي ولا امي لا محمد فخير فاش كان مدرب المنتخب المحلي قال لك هذه راه ماشي ليكيب بي هذه ابريم وي راه مع داخله في الارض المهم تحيات اخويا عصام اعاده النظر داك الشيء هو عيد النظر عيد النظر عاود النظر الحاجه كتبان من الصباح ما كتبانش بالعشيه قال لك راه العشاء البنين كتشم ريحته في العصر اما تكات اما الا ما كان والو ها انت كتقنقص مش تحياتي السي عصام شكرا تكات يقنقص مش تكات هي ذاك اش كيسميوها المكان اللي كتشعل فيه العافيه كيطيبوا فيه الناس اييه وكيصوبوا فيها ذاك الخبز ديال التفرنوت لا تفرنوت هذيك بوحدها واحد البلاصه نصف دائريه كتشعل العافيه الوسط كيطيبوا فوق منها الطواجن وكلشي هذيك عرفتي كيفاش كتكون فيها البنه يا سلام بلاتي ملي كيقول لك تكات يقنقس مش شكون هو مش هو القط تشرفين يقن هو الفعل ديال النوم الا قلتي بان راه المش ناعس في هذيك تكات دلاله على ماذا؟ انا ديك تكات ما شعلاتش قرن وزماره هذه والله لا عندك الحق فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود انتم دائما في استماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام البطوله الاحترافيه الدوره 28 البارح تجراو جوج ديال المباريات التعادل بين المغرب الفاسي حسنيه تكادير 2-2 وفوز اتحاد توركه على المغرب التطواني 1-0 مباريات اللي ما كان عندها حتى شي تاثير على سبوره الترتيب اللهم الا بغيتي تقول رقميا المغرب الفاسي وحسنيه تكادير بهذه النقطه ضمنوا البقاء ديالهم رسميا بدون حسابات في القسم الاول اليوم يتجدد الصراع
على لقب البطولة بين الجيش الملكي والمطارد ديالو الرجاء بفارق نقطة واحدة. ثم يتجدد الصراع بين الأندية ديال أسفل الترتيب يوسفية برشيد صاحب المركز الأخير والأندية اللي فوق منه التي تصارع على تفادي النزول للقسم الثاني واللي هي شباب السوالم المولودية الوجدية وشباب المحمدية. وخا مازال ما خرج حتى شي بلاغ ديال هذوك النقاط المسحوبه من رصيد شباب السوالم لان لحد الساعه حنا كنهضروا شباب السوالم عنده 27 فوالا مازال ما كاين حتى شي حاجه ولا باقي ما كاين والو متى غيكون؟ ايوا شوف هو راه غيكون راه غيكون حتى الدوره 30 يا ولا صوفيت انايا وعاد جيتي قلتي لي غنحيد لك ثلاثه ونصدق نازل ايوا ولا ما كانت الدوره 30 الا راه ما غتكون ما غيكون والو هذه من المضحكات المبكيات. الرجاء في رحله الى طنجه أو إلى تطوان لمواجهة فريق اتحاد طنجة والجيش غيستقبل شباب السوالم. غنبدا بمقابلة ديال الجيش. هو المتصدر. هو المتصدر مي كتشوف المقابلة ديال الجيش بعدا واحد 3 بوان بعدا قبل ما توقف البطولة اللي كانت مع الكلوب ديال الأتليتيك ديال الزمامرة كتبقى ثلاثة نقاط اللي مهمة. علاش غتجيبني انايا دابا لهذا الصراع هذا اللي كاين دابا ديال البطولة هو حتى واحد ما كان كيتوقع من جهه ان فريق الجيش الملكي غادي يتعثر مع حسنيه اكادير غادي يكون يعني داك 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 الانهزام في هذيك الظرفيه في هذيك الوقيته. دابا الجهد الا كان غيدار مره دابا غيتريبلا الفريق الجيش الملكي لانه ما يمكنش بالنسبه ليه هو ذهنيا انه في طيله يعني الموسم هو متصدر وعارف راسه انه قريب هو الاقرب لانه يتوج الى حين يعني جا هذاك الانهزام فكان ما كنظنش ان فريق الجيش الملكي غادي يحط يعني الايادي ديالو عكس انه غادي يواجه واحد الخصم اللي حنا تكلمنا عليه دابا اللي هو شباب السوالم. ملي كتكلم على شباب السوالم وهذا المشكل اللي طاري دابا ديال غادي تخصم ليهم نقاط وغادي ما عارفينش راسهم واش عندهم 27 ولا عندهم 24 ولا 24 دونك هذه في حد ذاتها واحد لو ديفي ديال شباب السوالم اللي ضيع واحد النقط اللي غيوقف الند للند للفريق الجيش الملكي. نعطيو الاحتمالات ماشي قبل منير نقدر نقول لك هذه من المقابلات اللي غادي تكون قويه جدا منذ بدايه الموسم. كيفاش قويه جدا منذ بدايه الموسم؟ ما بين هاد ما بين الشباب السوالم والجيش غادي تكون قويه يعني غادي تشوف واحد الطبق كروي اللي كان غايب لا لا دابا كنقول لك الغوتور اللي كان غايب في هذا الموسم هذا لانه ما شفنا لا فرجه لا والو بقات ملعوبه ما بين الرجاء والجيش. نعطي الاحتمالات يمكن تدوز الدوره ديال اليوم ويبقى الفارق نقطه واحده اذا انتصر الجيش على شباب السوالم وانتصر الرجاء على اتحاد طنجه او الجيش تعادلت مع شباب السوالم والرجاء تعادلت مع اتحاد طنجه او الجيش الملكي انهزمت امام شباب السوالم والرجاء انهزمت امام اتحاد طنجه في تطوان. مستبعد هذا الشيء اللي كتقول. كنقول لك غيبقى الفارق نقطه. يمكن الفارق يكون تعادل في النقاط يمكن الفارق النقطه يمشي الى الجيش الملكي انهزم امام شباب السوالم والرجاء الرياضي حصل على نقطه واحده بمدينه تطوان امام اتحاد طنجه. ويمكن الفارق عاود يرجع لأربعة النقاط إذا خسر الرجاء بتطوان أمام اتحاد طنجة وربحات الجيش الملكي أو يمكن الفريق يولي جوج النقاط إذا الجيش الملكي تعادل مع شباب السوالم والرجاء خسرات أمام اتحاد طنجة بمعنى أن هذه الدورة هذه ما غاديش تحسم بشكل نهائي في مصير اللقب غير هو ما غاديش تحسم واحد الجانب كاينة وحدة من هذه النتائج اللي تقدر تسهل الماموريه ديال مولاها السيمانه الجايه الويكاند الجاي بلا ما نقولها غير باش نرجعوا حيت الا قلتها غادي يقول لك عاوتاني يقول لك باغي الجيش ولا باغي الرجاء اللي كتحط الاحتمالات كاين واحد الاحتمال يقدر يسهل الماموريه لمولاه ايوا هذاك هو الاحتمال زعما اللي في راسك وفي راسي وارد جدا زعما اللي كنفكروا فيه ماشي زعما اللي اخبارنا وارد حتى هو عنده بلاصه. شوف بعد مقابله ديال الجيش الملكي غادي تكون من اقوى انا غنعاود نقولها من اقوى المباريات شفتو هاد الدوره هادي ما غتكونش سهله
اكثر على الجيش الملكي لانه شباب السوالم ما غاديش يتفاك لانه ما عارفش راسه شنو واش غيصوفي ولا لا. دونك غادي تشوف واحد النيديه في فرقات الميدان. فريق فريق الرجاء الرياضي برافو عليه اللي في رحله لطنجه بعدا نتكلم على المقابله اللي كانت قبل ديال هضره البركانيه تكلمنا عليها عطينا ديال اليوم. لا بلاتي لا وراه هادي غتانشينيك الاخرى وغادي نضيعوا فيها الوقت. لا ما نضيعوش فيها الوقت. ملي كنتكلم على المقابله ديال 3 بوين اللي كانت مهمه جدا. تخيل الرجاء كون ما داروش لي 3 بوين غيمشيو مرتاحين لطنجه. كون ما داروش 3 بوين ما غتكونش عند الهزيمه ديال الجيش في اكادير حتى اهميه. فوالا دونك هذيك 3 بوين حافز بعدا ذهني الفريق الرجاء الرياضي لانه كاين عنده امل على انه يتوج بهذا اللقب هذا ديال هذا الموسم هذا. دونك مقابله كنظن على انه ماشي سهله لفريق الرجاء الرياضي بحكم ان فريق اتحاد طنجه يعني مصوفي وماشي داك الاضرابات وقلة التدريب عاوتاني وهذا المشكل اللي رجع. فوالا هذا الشيء غادي يقدر يعني يعاون فريق الرجاء. ولكن انا دائما كناخذ الكلمه ديال فخر الدين وكيقول لك ما كتخش لي البالي انه فريق عايش المشاكل اضرابات وما غايجيش يفرجك يعني نهار المقابله. وهادشي راه وقع با مال دو فوا. دونك غير هو كاين فرق هنا الا كنتي لاعب مع شي فريق اللي حاط بين عينيه انه لاعب على البطوله حاجه اخرى هادي يقدر ما يعقلش عليك. دونك فوالا دونك فريق الرجاء الرياضي عنده بلوس دو شونس على انه ينتصر في هذه المقابله هادي على الورق ونخليو داك البورسنتاج الصغير ديال الكره. الفريق يبقى هو ولا غادي يتبدل؟ مي المتصدر واش بان لك؟ شويه زعما الا كان انتصار زعما الفريق الرجاء الرياضي لا بجوجهم لا الرجاء لا الجيش. عاود طرح السؤال حيت ما واش الفارق ديال النقط بين الجيش والرجاء يمكن يتبدل من بعد هذه الدوره؟ السؤال واضح وعلي جوابك. مده الانجاز ساعتين. ما بقيتش غندير والو. انا كيبان لي غيبقى الفريق هو هو كل المؤشرات وعلى الورق. ولكن على الورق دابا على حسب النتيجه ديال الجيش منير الا انتصرات راه غيبقى كنقول على الورق وعلى الورق عاوتاني. ولكن الرجاء انا كنرشحها على راه كلشي وارد غادي تفوز يعني كل شيء وارد. عندك لي برونوستيك عطيني لي برونوستيك. لي برونوستيك اسمحوا لي الناس ديال شباب السوالم والناس ديال اتحاد طنجه غادي تربح الجيش الملكي شباب السوالم والرجاء غتربح في تطوان اتحاد طنجه. نعطيك البرونوستيك ديالي ولكن غيجبد لي غيبداو يقولوا لا وما بلاش خويا ما يدار حتى البرونوستيك خويا بلاش. اسفل الترتيب اسفل الترتيب اي 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 ديجا هضرنا على شباب السوالم اللي اون ديبلاسمون عند الجيش الملكي في قنيطره. المولود ديال واش ديال غيستقبل نهضه الزمامره؟ نهضه الزمامره ما لا شيء ان يذكر زعما ما عندهم على شي. ثم شباب المحمديه اللي اون ديبلاسمون البركان. انا عندي السؤال واش نهضه بركان غادي تفيق؟ ولا شباب المحمديه غتبقى بهذاك لو ريتم اللي عودتنا عليه قبل ما توقف البطوله؟ انا بالنسبه لي شباب المحمديه والمولوديه الوجديه راه هادشي اللي كيديروا دابا في اخر الموسم راه غير كيكملوا داكشي اللي بقى في القرعه وصافي غير اللي جات. بعدا مشيو للمولوديه الوجديه لانه كانت قبل يعني كانت تعادل ما بينها وبين السوالم. هذا هو اخر ماتش كان ليها قبل ما توقف البطوله. كنظن لا هو الانتصار ولا شيء غير انتصار المولوديه وجده. ما كاينش يعني ما خصناش نتناقشوا عليها لانه واحد الخصم اللي ما عنده ما يخسر يعني مصوفي الامور طيبه خلاوه. دونك ما كاينش مشكل. عكس شباب المحمدي اللي كتعاني يعني منذ بدايه الموسم ما كاينش حل. دابا هاد الجوج اللي عندهم 24 نقطه واش الا شي وحده فيهم نقزات على الاخرى من بعد الدوره ديال اليوم الاخرى الا درت النتيجه ماشي هي هذيك مشات فيها صافي. هذا هو الحساب ديالها. والجمهور ديال الشباب والمولوديه تقلقوا عليه. لا ودابا شوف انت راه شوف الله يجازيك وراه اش قلت انا ما قلت والو ما جبت لا شباب لا مولوديه قلت وحده فيهم لا تعثرات هاد الماتش هذا غادا تدخل في الحسابات ديال باسم الجماهير المغربيه قالوا لك سير بعيد مني. دايوغ احنا ما تكلمناش على يوسفيه برشيد. يوسفيه برشيد انا بالنسبه ليا حيت الفريق ديال النقاط اربعه ديال النقاط خصو ينتصر بعدا وخصو ينتصر ويتسنى ويشوف شوف خصو ينتصر يلاه يقلص الفريق ومع من لاعب مع الفتح كنظن صعيب يوسفيه برشيد ينتصر على الفتح كنظن. لا ماشي صعيبه منير صعيب ينتصر وتقدر تسالي المباراه بالتعادل ماشي صعيب لانه حتى الفتح ما بقاوش كيقدموا دوك المقابلات اللي عادنا عليهم يعني شحال هادي. ولكن لا ضر ولا ضرر. كون كانت يوسفيه برشيد مازال لاعبه على انها تبقى في القسم الوطني الاول كنتي غتشوف مقابله بطعم اخر.
ونتمنوا ان المباريات اليوم اللي غادي تلعبوا في 7 ديال العشيه تكون مباريات مثيره، مباريات ممتعه، نشوفوا فيها شويه ديال، لان ما بقى قد ما فات، باقي ثلاثه ديال الدورات كاين التنافس، اللي لاعب على اللقب اللي لاعب على تفادي النزول. نتمنوا ان ريتم المباريات يخلينا، وخاصه غنتفرجوا في على الاقل كاين واحد خمسه المباريات ولا خمسه اربعه ولا خمسه المباريات اللي في وقت واحد. يمكن شي مباريات اخرين ما تكلمناش عليهم، سمحوا لنا الاصدقاء، لان ما كاينش شي تاثير على سبوره الترتيب. اللهم الا بغيت نقول مباراه الوداد اولمبيك اسفي، واش اقترب الوداد من المركز الثالث الى انتصر، او ان اسفي تقترب من المركز الرابع الى على حساب النتيجه ديال النهضه البركانيه، على حساب النتيجه ديال نهضه بركان، وعلى حساب القرار هل المركز الرابع سيكون له ما له الموسم المقبل في المنافسات الافريقيه. شكرا ايمان. شكرا لك منير، ونتلاقاو غدا ان شاء الله مستمعينا الكرام. اليكم اطيب التحيات ديال عبد الهادي مخرج حلقه اليوم، الى اللقاء.